السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة التسجيل في برنامج تيك توك وبعض الشروحات البسيطة عن هذا البرنامج، كيف تحفظ فيديو، كيف تنزل صور الى اخره. قبل لا ابدا بالشرح، اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. طبعا جتني اسئلة كثيرة عن هذا البرنامج وكيف طريقة التسجيل وكذا. بعد ما تنزل البرنامج يجيك بالشكل هذا، تفتح البرنامج راح يجيك تلقائيا الفيديوهات المعروضة، يعني العارضينها بشكل تلقائي، يعني بعض الحسابات المقترحة. بالأسفل تجيك خيارات من هنا، نضغط على هذه الصفحة، صفحتي. بعد كذا يطلب منك تسجيل الدخول. طبعا إذا عندك حساب تضغط على تسجيل دخول، تسجيل اسم الحساب والباسورد. إذا ما عندك حساب، في طريقتين لتسجيل الدخول. طريقة الدخول عن طريق المواقع الاجتماعية زي الفيسبوك وجوجل، يعني جيميل أو تويتر أو انستغرام، أو التسجيل برقم الهاتف والبريد الإلكتروني. نجرب مثلا بربط حسابي في تويتر، أبدخل سجل دخول عن طريق تويتر. تطلع لك هذه الصفحة، كل اللي عليك تسويه تضغط على تواصل من هنا، وراح يتم تسجيل الدخول بحسابك في تويتر. زي ما انتم شايفين طلعت لي الصورة اللي انا حاطها في تويتر. طبعا اذا تبي تغير اليوزر راح يطلع لك يوزر تلقائي. طبعا اذا تبي تغير اليوزر تضغط على تعديل صفحتك من هنا، وبعد كذا تطلع لك خيارات تغير الصورة او تحط مقطع فيديو. هنا اسمك اللي بتويتر اذا تبي تغيره في التطبيق نفسه. هنا اليوزر نيم، اليوزر نيم يا اخوان اذا تبي تغيره تضغط هنا، وبعد كذا تطلع لك عبارة يقولك هام إذا بدلت اليوزر ما لك تغيره ثاني مرة إلا بعد 30 يوم. فهمت ذلك؟ يعني إذا غيرت اليوزر الحين ما تقدر تغيره ثاني مرة إلا بعد 30 يوم، يعني بعد شهر. على كل حال أنا ما نغير شيء، نرجع للصفحة اللي قبل. نسجل خروج من هنا. طريقة تسجيل الخروج سهلة، تضغط على 3 نقاط من هنا. طبعا الشرح يطول ولكن نحاول بقدر الاستطاعة أني أختصر عليكم. تنزل آخر شيء تسجل، تضغط تسجيل الخروج من هنا. تأكيد. بعد كذا راح يرجعك للصفحة اللي قبل شوي مثل ما شفنا. طبعا تقدر تسحب فوق تطلع لك صفحة أخرى إلى آخره. طيب الآن بسجل برقم جوالي أو بالبريد الإلكتروني، أضغط على صفحتي من هنا. وبعد كذا يقول لك هنا تبي تسجل دخول بنفس الحساب اللي قبل شوي دخلته، نضغط على تبديل إلى حساب آخر. راح تطلع لك هذه الخيارات، نضغط على تسجيل في رقم هاتف او بريد الكتروني. تطلع لك معلومات هنا، يقول لك اول شيء التاريخ الميلاد. طبعا لازم تختار تاريخ ميلاد كبير، يعني اقل شيء اكبر من 15 سنه. كمثال بختار هذا التاريخ، نضغط على التالي من هنا اللي السهم الاحمر. يقول لك هنا سجل رقم هاتفك. انا بسجل اذا تبي بالهاتف عادي سجل رقم جوالك، يبدا ب5 مباشر بدون صفر لان هنا مفتاح الدوله موجود. نضغط على البريد الالكتروني من هنا، وبسجل لكم اي بريد الكتروني بس يعني عشان التسجيل، بس عشان اختصر عليكم الشرح. من هنا يقول لك اضغط على من هنا التالي. راح يقول لك اختار كلمه مرور، اي كلمة مرور بس عشان الشرح. اضغط على الصح من هنا، يقول لك كلمة المرور تتكون من حروف، بختار اي حرف وارقام، بعدين السهم السهم الاحمر. هنا يقول لك حل اللغز، اسحب هذه حطها هنا الشكل هذا، حطها بالشكل هذا عن طريق السحب من الايقونة اللي تحت، تسحبها كذا. يقول لك خلاص نجح، يعني حليت اللغز. الآن صفحتك لما تروح هنا تطلع لك صفحتك، هذا اليوزر نيم اللي طلع لك يعني بشكل تلقائي يطلع لك. انت بتعدله زي ما قلت لكم، تضغط هنا وتحط هنا، واذا عدلتها لازم بعد 30 يوم تقدر تغيره ثاني مرة. الآن نروح للصفحة الرئيسية. هنا طبعا الرسائل، صندوق الوارد. هنا اذا بغيت تنزل فيديو راح يسألك يقول لك إذا تبي إذا السماح للتطبيق إنك يوصل للصور وكذا، تبي تسجل 30 ثانية أو 15 ثانية أو عرض صور. على كل حال نضغط على الإكس من هنا عشان يرجعني للصفحة اللي قبلها. هنا الكشف، اكتشف. هنا يقول لك يسجل اليوزر إذا تبي تضيفه، يعني شخص أعطاك يوزر تسجله هنا، تضغط بحث. راح تطلع لك مجموعة حسابات، مجرد ما تضغط اشتراك راح
يتم المتابعة مباشرة. هنا الصفحة الرئيسية، كمثال هذا الفيديو أبي أحفظه هنا، بعطيه إعجاب، بعطيه رد، هنا هنا عدد الردود هنا. طيب أنا أبغى أحفظ هذا الفيديو، أضغط ضغطة مطولة هنا تطلع لي خيارات، يقولك غير هام، يعني غير مهتم، يعني هذا ماني مهتم بالفيديو. هنا حفظ وهنا تنزيل الفيديو. شنو الفرق بين تنزيل الفيديو وبين الحفظ؟ نضغط على تنزيل الفيديو، يتم تنزيل الفيديو في ألبوم الصور. طيب أبغى أضغط على حفظ من هنا، يقولك هنا تبي مشاركة الفيديو في الفيسبوك أو غيره، نضغط على تم من الأسفل. أضغط ثاني مرة وأضغط على حفظ من هنا. حفظ شنو معنى حفظ؟ نجعل صفحتي من هنا موجود، هنا حفظ وموجود هنا تعديل صفحتك. الحفظ هي من زي الانستغرام، هذا الشعار، المقاطع اللي انت حفظتها، هنا الصور، هنا الاصوات وغيره، هنا هاشتاقات. هذا الفيديو اللي انا توي حفظته في التطبيق نفسه. بس بعض الاعدادات تقدر تغيرها من هنا، تضغط على الثلاث نقاط من هنا تطلع لك مجموعة خيارات. ادارة حسابي، نضغط من هنا يقول لك البريد الإلكتروني، لا ما سويت له تأكيد. هنا تغيير كلمة المرور، يعني هنا سجل رقم الهاتف. هنا الخاص فيك، يعني شعارهم الخاص فيك، الباركود الخاص فيك، هذا اليوزر نيم وهذه الصورة. مجرد ما تعطيه الصورة يقدر يضيفك عن طريق هذا الباركود، وإذا تبي تضيف شخص آخر عن طريق الباركود مجرد ما نضغط هنا على مسح من هنا يقول لك وجه هذه الكاميرا على الباركود اللي تبيه. وعلى كل حال بنرجع للصفحة اللي قبلها. هذه بعض الشروحات البسيطة عن هذا التطبيق. أنا آسف على الإطالة، إني طولت عليكم كثير. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، فأمان الله.